قضت المحكمة الجزئية في الرياض بحل جمعية حسم للحقوق المدنية والسياسية السعودية حالا ومصادرة ممتلكاتها وتوقيف نشاطاتها لعدم حصولها على الإذن والترخيص من السلطات الرسمية. كما قضت المحكمة بالسجن 6 سنوات لأحد مؤسسي الجمعية الناشط عبد الله الحامد مع تعزيزه ب5 سنوات بعد انتهاء محكوميته السابقة و10 سنوات بحق مؤسس آخر للجمعية وهو الناشط محمد القحطاني. وقد أمر القاضي بإيقاف المتهمين مع منعهما من السفر. ومن ضمن الاتهامات الموجهة للحامد والقحطاني وصف نظام الحكم بالتبرقع بالدين والفتك المنهجي بالإضافة إلى تأليب الرأي العام والدعوة إلى التظاهر. وفي أول تعليق له بعد الحكم قال الحامد: هذه المحاكمة أثبتت أن القضاء غير مستقل ونفخر بهذا الحكم. يذكر أن جمعية حسم دعت في بيان رفعته للملك السعودي العام 2009 إلى تشكيل برلمان منتخب لمحاسبة المسؤولين على خلفية ما عرف بقضية سيول جدة، واتهمت الجمعية السلطات السعودية بممارسة التعذيب واعتقال 30,000 شخص لأسباب سياسية. فمن هي منظمة حسم وما مدى صحة أن مطالبها بمزيد من الإصلاح السياسي في البلاد هو ما دفع الرياض لحلها والحكم على 2 من مؤسسيها بالسجن؟ أم أن المنظمة بالفعل لا تمتلك تصريحا قانونيا لممارسة النشاط؟ نبحث في هذا ونتساءل ما هو وضع الحريات المدنية والسياسية في المملكة. حول هذا الموضوع معنا في الاستوديو دكتورة مضاوي رشيد أستاذة علم الاجتماع في جامعة كينغز كوليدج، ومعنا في الاستوديو ماثيو ماكيفسكي الباحث الزائر المتخصص في شؤون الخليج في البرلمان البريطاني، ومعنا سينضم إلينا من جدة دكتور ماجد أنور عشقي رئيس مركز الدراسات للشرق الأوسط الدراسات السياسية والاستراتيجية، ولكن سيكون معنا بعد قليل. أبدأ معك دكتورة مضاوي رشيد، اليوم كان حكم ربما كان يتوقعه كثيرون في المملكة العربية السعودية، ولكن يعني لماذا جاء بهذه القسوة إذا جاز التعبير حسب ما وصفته منظمة حقوقية؟ جاء بهذه القسوة لأن حسم هي منظمة مدنية حقوقية تسعى منذ عام 2009 لتثبيت خطاب جديد يعنى بالحقوق، وهي جمعية مدنية ليست طائفية، ليست مناطقية، ليست قبلية، لا تهتم بالتفرقة الموجودة، وبالعكس تحاول أن تجي بخطاب وطني يتعاطى مع شؤون المجتمع والأمور الحياتية التي تؤثر عليه. فهي يعني منظمة من نخبة اجتماعية ثقافية، منهم أكاديميين وجامعيين، لكنهم استطاعوا أن ينزلوا إلى الشارع ويتعاطوا مع هموم الشارع السعودي. وأكبر قضية كانت قضية المساجين السياسيين الذين لا يحاكمون، قضية الفساد الإداري والسياسي الموجود في البلد. لذلك حسم هي الخيار الثالث الذي يرفضه النظام السعودي، لأن الخيار الأول الذي هو اعتاد عليه هو خيار الإرهاب والعنف، أما الخيار الثاني فهو خيار الطاعة المطلقة للسلطة القمعية. وحسم جاءت لتعطي خطاب موقع ثالث، هذا الموقع الثالث لم يعتاد عليه النظام السعودي وليس مستعدا لأن يتقبله، لأنه إذا تقبله فيفتح الباب عليه. رغم أن حسم لا تدعو إلى انقلاب، لا تدعو إلى تغيير نظام الحكم، كل ما تدعو إليه هو عدالة والشورى وإشراك المجتمع المدني وإشراك المجتمع في القرار السياسي. دكتور ماجد أنور عشقي معنا الآن جاهز من الرياض. دكتور عشقي، يعني جماعة القطيف شيعة موالين لإيران، طيب، واعتصام بريدة سلفيين إرهابيين كما تشاء سميهم، ولكن بالنسبة لجمعية حسم يعني لماذا يزج هؤلاء في السجن؟ طبعا جماعة حسم احنا بنسمع كلماتهم هم، ولكن اليوم سمعنا كلمات او حكم المحكمة الشرعية. فنحن نميل إلى المحكمة وإلى السيستم أكثر مما نميل إلى الشخص. هذا بالإضافة إلى أنه 2 انشقوا منهم، وهم عبد الله محمد النعمي وعبد المحسن العياشي. عبد الله أحمد النعمي قال بأن هؤلاء لهم أجندة خارجية وأن لهم أجندات خاصة، وهم يقحمون في أمور يعني أشبه بالفتن، وهذه الأمور قد تقوض الدولة. هذا كلامه هم. الثاني طبعا طلع يعني أجملها في 16 مادة، وبين كل مادة ما هي السقطات
واخرها يعني انهم هذه المواد تكون نسخه عن الحكم الصادر. يعني في ايضا يعني علامات استفهام حول هذه الانشقاقات، خاصه وانه كانت هناك شائعات تحدثت عن انشقاق عبد الله الحامد ومحمد القحطاني انفسهما عن جمعيه حسم. وبالتالي يعني اذا ما نظرنا الى الحيثيات التي دفعت المحكمه الى اتخاذ مثل هذا الحكم، ما هي يا ترى الحيثيات؟ انها طبعا لم أطلع عليها، ولكن من خلال ما قرأت هي عدة حاجات. أولا إثارة الفتنة، الخروج على السلطة، يعني طبعا استعداء الشعب على السلطة، أمور زي كده يعني. طبعا معارضة، يعني معارضة، بس لكن معارضة يعني شوية قاسية وغير مسموح بهذا في السعودية. طبعا مو مسموح. من يعارض في السعودية يحكم عليه بعشر سنوات أو بأحد عشر عام على الأقل. 15 سنة. القاضي سليمان الرشودي. دع الدكتورة مضاوي الرشيد تجيب، سأعود لك دكتور عشق. القاضي سليمان الرشودي 15 سنة، عبد الله الحامد بين 10 سنوات و11 سنة. المشكلة أن خليني أرجع لقضية الانشقاقات. هو أسلوب يعني مخابرات، أسلوب الدولة البوليسية. أنت تعلمين أن إذا إنسان عارض يأتون بوالده أو بقبيلته أو بشيخ القبيلة، ما يسمى وجهاء القبيلة، وهم لا يمثلون إلا أنفسهم والنظام، ليتبرأوا من أبنائهم. يعني وصلت القضية إلى التبرئة من العمل السياسي الذي يقوم به أي شخص. مثلا القضايا التي يتهمون فيها، خذي مثلا إغار الصدر على ولي الأمر يعني، أو مثلا إثارة الفتنة. يعني هل هو النظام مهزوز لهذه الدرجة حتى أن إنسان يعني يقوم بعمل سلمي؟ أنا قلت لك الخطر في حسم أنها الخيار الثالث، وهذا الخيار لا تقبل فيه الأنظمة القمعية كالنظام السعودي. ماثيو ماكفيسكي، في بريطانيا كان هناك وفد من مجلس الشورى السعودي قبل أيام، وكان هناك إطناب من مجلس العموم البريطاني على التقدم الحاصل في السعودية ويعني مشاركة المرأة في الحياة العامة. كيف تنظر بريطانيا إلى هذه الأحكام الصادرة؟ سمعت الدكتور عشقي يقول في السعودية المعارضة ممنوعة. Well, this is a very difficult question for Great Britain. سؤال صعب بالنسبة لبريطانيا. السعودية حليف وشريك استراتيجي للعديد من الدول الغربية، وهذا أمر صعب. لكن هناك إقرار بأن الحقوق المدنية والسياسية منتزعة أو منزوعة، وهناك مشكلة فيما يتعلق بحقوق الإنسان بالسعودية، وهناك إقرار بذلك. لكن هناك أيضا العلاقة الاستراتيجية القوية، وهي مهمة بالنسبة إلى الدول الغربية، وهذا قد يكون هناك اعتبارات أخرى. لكن هناك إقرار ليست بالشكل الصحيح. أين هو هذا الاعتراف؟ يعني نسمع بشكل يومي تعليمات من الخارجية البريطانية للمعارضات في كل بلدان العالم، وتوصيات باحترام حقوق الإنسان في كل بلدان العالم، ما عدا السعودية. لا نسمع أي شيء من الخارجية البريطانية. يستقبل رئيس مجلس الشورى السعودي، تستقبل عضوات مجلس الشورى في علاقات استراتيجية كما تقول، ولا يسمع أي شيء حول هذا الموضوع. المنظمات الدولية مثل Human Rights Watch وغيرها تحدثوا كثيرا حول الوضع في السعودية وحول حقوق الإنسان، وهناك إقرار بذلك. لكن هناك طبعا فرق حينما يتم اتخاذ القرارات، ولكن هذا لا أستطيع أن أتحدث عن هذا الأمر. لكن مع دوائر صنع القرار في الغرب، فهناك إقرار بأن الأمور ليست كما يرام، وأن الربيع العربي قد يذهب إلى السعودية أيضا.
نعم دكتور عشقي، يعني تستمع لما يقوله ماثيو ماكفيسكي، يبدو أن السعودية نجحت حتى الآن في أن تتجنب النقد من حليفاتها الغربية حول موضوع حقوق الإنسان، ولكن إلى متى تستطيع تجنب يعني الفورات الداخلية لأشخاص ذهبوا إلى الغرب ويروا الحرية ومارسوا الديمقراطية في كثير من دول العالم، ليس فقط الغربية، وليست هي النموذج في كل الأحوال، إلى أي مدى تستطيع أن تبقي هؤلاء خارج الصورة والصوت أيضا؟ طبعا هو تكلم عن الدول، لكن أنا أحب أتكلم عن القيادات الفكرية. أنا بحضر مؤتمرات دولية، آخر مؤتمر حضرته في براغ. المؤتمر اللي في براغ كانوا الإخوان، حتى بعض الإخوان يقولوا لي ليه هو ما في معارضة للسعودية، لأنه كانوا كل الناس الموجودين كانوا يتكلموا على الدول، لكن ما تكلموا على المملكة السعودية. قلت لهم والله إنه إذا كان إحنا ما في معارضة إحنا نوجد معارضة، لأنه الحقيقة المملكة العربية السعودية يعني العلاقة بين الحاكم والمحكوم علاقة جيدة. الشيء الثاني أن المملكة العربية السعودية تحكم بشرع الله وبالإسلام، ولهذا يجب أن نعرف بأننا أول مرة يجب أن نعرف الإسلام، ثم نعرف بأن هذا الشرع صحيح ولا لا. لهذا الشعب والإسلام يحرم المعارضة، الإسلام يحرم المعارضة التي تثير الفتنة، لكنه لا يحرم المعارضة الصحيحة. هناك في اختلاف يعني حول ما هي الفتنة، اسمحي لي، في اختلاف يعني حول مفهوم الفتنة أيضا، لأن عمر بن الخطاب يقول عجبني الرجل إذا سيم ضيما أن يقول لا ملئ فيه. هذا إذا سيم ضيما، لكن إذا كان يحمل أجندات خارجية أو إذا كان يريد الفتنة أو يريد الشغب هذا شيء ثاني. دكتورة مضاوي رشيد، لها رد على هذا الكلام؟ أنا أتمنى من الدكتور عشقي أن لا يزج باسم عمر الخطاب عندما يتحدث عن النظام السعودي. الخطر في حسم أن حسم لم تأتي بفكر غربي، لم تكن حسم ليبرالية، لا تقرأ حسم جون لوك أو جون جاك روسو. حسم تقرأ النصوص وتعطي تفسيرات وتتعاطى مع الخطاب السعودي نفسه. لا نريد معارضة من الخارج، نحن نسلم بهذا الموضوع، نأتي بخطابات تفضح زيف الخطاب السعودي الديني الذي يمارسه القاضي ويمارسه صباحا. هو يقول إن السعودية تحكم بشرع الله، هذا كلام تجاوزه الزمن دكتور عشقي. الآن شرع الله نراه ينتهك. هي السعودية ليست بالدولة الإسلامية أولا، عندها الدولة داخل الدولة وهي وزارة الداخلية التي تحكم اليوم وتحمل قبضتها على المجتمع السعودي. حتى الهواء الذي يتنفسه الإنسان السعودي أصبح حكمه بيد محمد بن نايف وزير الداخلية. لذلك حسم تنطلق تجمع بين القديم والحديث. حسم استطاعت أن تتجاوز المحدودية النصوص وتفسيرها من قبل قضاة النظام السعودي وتطرح دولة عدل، دولة شورى من الإسلام. أنا قل لي هل الحكم السعودي الأسري يقوم على مبدأ شرع الله؟ في أي آية قرأتها الدكتور عشقي عندما يقول لنا أنك تعزل الأمة عن صنع القرار وأن أهل الحل والعقد هم 33 أمير؟ طيب، في أي نص وفي أي مرجع؟ إذا كان عندك مرجعية غير المرجعيات التي نعرفها فأتمنى أن تطرحها لنا. نعم، تفضل دكتور أنور عشقي. أيوة، أولا أحب أقول لك كنت أتمنى أن يكون أن تكوني أنت متبحرة في الشريعة الإسلامية، فهناك فيما يقال أهل الشوكة، وهذه كتب عنها الإمام الجويني وضحها. أهل الشوكة إذا كانوا يقرون الشريعة الإسلامية وإذا كانوا يقرون العدالة فهم أولى بالحكم، وهذا معروف في الإسلام وفي الفقه وفي القواعد الشرعية. أيضا في الإسلام هل في مظاهرات؟ هل في الإسلام في شغب؟ هل في الإسلام اعتصام؟ هذا الشيء لا يوجد في الإسلام. فإذا علينا أن نعرف بالرأي. الإسلام بس في ثم بالرأي. نتكلم عن الإسلام. ما في اختلاف بالرأي بالإسلام؟ أنا أحترم الرأي. وأين احترام الرأي؟ الرأي الآخر في السجن. لا لا لا، اسمحي لي، الرأي الآخر مو كله. لو كان الرأي الآخر في السجن كان كلنا سؤلنا في السجن. أيوه، فضل. كلنا لنا رأي دكتور. نعم. عشقي، أنا لم أقل لك أعطني مؤلفات حصلت وهي خطاب مؤول، أعطني نص من القرآن يقول لي أن أهل الحل والعقد هم 33 أمير في هيئة سرية وعندها أمين سر. أين من أين جئت بهذا يا أخي؟ من أين؟ لنفرض لازم تعتبر أن هناك فرضية،
شيل من فكرك أنه النظام السعودي نظام إسلامي يطبق الشريعة، هذا خطاب تجاوزناه، يطبق الشريعة لأهداف سياسية معينة أولا. والقاضي نفسه، أين القاضي المستقل؟ أين القاضي الذي يستطيع أن يحكم؟ أين تقنين الأحكام؟ كل هذه الأمور طرحتها حسم، ولم ومثل حضرتك دكتور لا تستطيع أن تتجاوب معها، لأنها يعني أبعد من تفكيرك وأبعد من محدودية طرحك. لا لا يعني دعينا من يعني الامور الشخصيه دكتور مروان الرشيد لنبقى، لا فعلا النقاش يعني مفيد جدا كان. لا لا لا, لا 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 لن نذهب الى الامور الشخصيه. دكتور انور عشقي لو يعني ترد على الجزئيه التي تطرقت طبعا. اليها الدكتوره مضاوي الرشيد. اسمحي لي اولا، انا هذا تخصصي، تخصصي قانون دستوري اخذ فيه دكتوراه من امريكا، وايضا قارنت بين الشريعه والاسلاميه في اخر كتاب طلعته والدستور الامريكي، وهذا تخصصي. فإذا تكلمت أنا تكلمت من زاوية التخصص، وهذه الحاجات أنا أعرفها وكتبت عنها كتب، فإذا معناها أني قد أكون أعرف من هذا الشيء، فاعذريني إذا قلت هذا الكلام. أي بس هي يعني لكن طلبت منك أن أنت من الرهط عن هذا. أين أنت من مفهوم الرهط الذي يأتي لما يسمى ولي الأمر وليطلب منه الحقوق؟ أو هل خطابات التسول هي في من الشريعة؟ هل البيانات والخطابات التي يأتي بها الفرد ويتزلف بها إلى ولاة الأمر هل هذا من الشريعة؟ أين الحقوق المدنية؟ أين الحركات العمالية يعني التي كانت موجودة؟ كلها لغيت تحت النظام السعودي. هل يستطيع أحد أن يؤسس مؤسسة اجتماعية مستقلة تكون حيز بين الدولة والمجتمع؟ غير مسموح. اسمحي لي أقول لك، أنا أولاً أم عامل مركز دراسات الاستراتيجي مستقل وليس مرتبطا بالدولة، والدولة لا تنفق عليه ولا قرش. دكتور عشقي، هنا ليس النقطة، النقطة هي تسألك عن النظام السعودي، عن تركيبة النظام السعودي. يعني هي سألتك سؤال واضح، أنه أعطيها نص قرآني يحدد أنه كيف هناك 33 أمير هم من يحكم البلد في اجتماع سري كما قلتي، نعم فيما يسمى بمجلس البيعة، ويعني لا يسألوا عن أي شيء، وتتحدثون يعني عن الشريعة الإسلامية. من أين يأتي هذا النظام أساسا؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولتكن منكم فئة يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فهؤلاء الذين هم مسؤولون، طيب هل كانت الدولة الأموية كافرة؟ هل كانت الدولة العباسية كافرة؟ كيف؟ تاريخنا كله ماشي في هذا المطار. ما كانوا في علماء، ما كانوا في أئمة، ليه ما قالوا هذا ما يجوز وقالوا حرام؟ نعم. ماثيو ماكفيسكي، لديك تعليق حول هذا الموضوع؟ ولكن النقطة الأساسية هي أن السعودية تقول إنها دولة الشريعة الإسلامية. أنتم كيف تنظرون إلى هذا الأمر، وكيف يعني ترى أن هذا النقاش يمكن حصره؟ هل يمكن حصره داخل السعودية فعلا ويمكن أن لا يخرج إلى العلن؟ First of all, I've got to say this is really striking to me that two years. أعتقد أنه أمر غريب منذ الربيع العربي قبل عامين ونحن نتكلم عن المعارضة في الإسلام. من الواضح أن هناك صوت ومكان للمعارضة في الإسلام. إذا نظرنا إلى الوضع في مصر نجد أن هناك معارضة في الإسلام. هناك معارضون في تركيا وهي دولة إسلامية. الكلام الحديث عن إذا كانت هناك معارضة في الإسلام هو يأتي بعكس النتيجة المرجوة. على السعودية أن تقرر أن هناك حاجة إلى الإصلاح، وهناك حاجة إلى الإصلاح، ونرى الآن أن هناك حركات في الخليج، في الإمارات والبحرين والكويت وغيرها. هناك حركات معارضة موجودة، وهناك تضييق على الحركات المعارضة، لأن الحكام الملكيين يخشون من هذه الحركات. هذا النقاش ينتهي هنا، ولكن طبعا سنضيء على هذه المواضيع في حلقاتنا المقبلة. شكرا لك ماثيو ماكفيسكي، الباحث المتخصص في شؤون الخليج في البرلمان البريطاني، ومن جدة دكتور ماجد أنور عشقي رئيس مركز الشرق الأوسط لدراسات الاستراتيجية القنية. شكرا لك، وشكرا لك دكتورة مضاوي الرشيد أستاذة علم الاجتماع في جامعة كينغز كوليدج.
اعتقل في لندن الداعية المتطرف المعروف باسم أبو قتادة بالاشتباه لمخالفته شروط كفالته. يوم الاثنين ستستأنف الحكومة البريطانية حكما يحول دون ترحيله للأردن، حيث أدين بارتكاب أعمال إرهابية. ريتشارد ليستر والتقرير التالي.